سلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف الف خير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده. حنا في باب الشعبان نتوما كيف خير، وهز لك ماما خلقتني وانا نحيد. انا دابا غادي نديرها، نقلب لكم الكاميرا وتشوفوا الخير. ديري اختي عتي، انا كتخنقني. المهم ندير لكم دويره خفيفه. تعالي معايا، تعالي اكيد. مرحبا في باب الشعبه. سلام، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ها انتوما، انا كنصور هنا البنات. تبرت كانت فيا، فاش بديت الريجيم كانت فيا 90، وفاش تبرت دابا لقيت فيا 85. صور انا مش نقرا. شوفوا البنات، المرا ها كتقيس في مضادر، بغات تشري. شوفينا جاوك شويه كبار. شوفي فيا انا، تعادو ما جاوكش. شوفي دوك اللي فيهم الحمار سلمى، هادو ميعجبونيش، غير جبديهم قيس. انشوف تاهما كبار. اويلي هادوك ما نديرو مخيط طوالي البنات. هاد ستيل واعر، هادي اختي داك ستيل ديالك. شتا في خير واعر، مبقاش تضر جيلته، مارف عزيز عليا. انا بالطويجي سوي ميلا. وكاين مازال الفوق، انا ما نطلعش الفوق، نوريكم غير. المهم قلت ندير لكم دويره خفيفه وصافي. كاين مازال الفوق، كاين المحلات. باقي المحلات الفوق، ولكن ان شاء الله نديروا لكم دويره. شوفوا شوفي الشلالات، الحال سخون. جينا جهه هاد الشلالات، شوفوا طالع واحد البريد زوين. ما تنساش غادي تاخذ الشحال هادي تحطها في الكوزين. تحطها في الجنية بيا اصلا، كتحط تحط في لاكور، تحط في الجرادي، ولكن تحطها تي مع الشجرة. فنة، شنو تدير؟ ما غادي وقيت الكبيرة 7000، كبيرة 7000. هي كانت سولتني واحد المرا وجدية، قالت لي سولي ليا. فخار زوين، فخار. كانوا عندي، كان عندي بحال هادي، كلشي تهرس مع الرحيل ومع هذاك النهار. انا شريتها بحال هكا صفرا، تهرست وقيلا هرست في السجدة. خذي بنتك هذيك كيت 20، 20 درهم. هاد البراير فات، خاص أبي يكبر باش نشري واحد أبي واحد للسجدة. هانتوما البنات، الدنيا غزالة، زوينة زوينة بزاف. المهم أنا نمشي باش ناخد، بغيت ناخد داك قويميلة. ندي معايا البنات. شحال دايرين هادو؟ 50 درهم في اليوم. صايب شوية. تمام مزيانة، تمام 60 درهم. والكلاب ديالها؟ 70 درهم هاد القيس كبير. مزيان مزيان، كيما نقولو. أنا تقيلة عليا، أنت جاية من الطريق. أه تمشي واحدة. أربي حدك. كاين شكل آخر ثاني، موديل آخر ديال فيروس. شحال داير هذا؟ شكل طاجي. تدير 700 درهم. زوين شوكان. كيش قوي جرام ربي خليك. ماشي جدك أبي واحد تحسينه، درت لي الخط، خصني نوري البنات شو مالي. درت لي واحد الخطيط من هنا، تحسين تمشي تشارمي.
واعرين هادو واعرين فني. شوفوا البنات ما شحال داير ليهم. هذا ثاني عند داك الفخار البيض واعر. ندخل لهم فيا ما ندخل شري لي غرف تاع اليوتيوب الله يحفظك تيا. تدخل تدخل تشري تدخل تدخل واه شي وين درتكم دويره خفيفه في الماحل لي باس قصريات هانتو هادو زياتات بديرو فيهم ما ديرهم بديرهم زياتات فوق البوطاجي كيجيو زوين. جي انت تشوف الديكور تاعي فيها الكبير وفيه الصغير وفيه السكري. كان في واحد الايام كانت كتبليت بيه ساعة نسيته. لا كنت نعطيه. هاي بنات هادي واعر هاد الانصوم باش تجي. انا عندي داكشي بلدي شوفو جلابيتي فيها هاد اللعيبة بلدي. هادي دوك تسعد زيدو تخلي هادي واعر هادي ناخدها نديرها في القوس واعر ما عرفتيش شوف تلقى الكرآن ما عرفتيش الثمن تاعها بغيت نشوف شي دار يا خمس فنة وكاين الكبير ديالنا هي غتقول لي تقول شكون ديال القناة انا وراتي بقيت عند زوين كتجي للدار هذا هندي 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 كتجي للدار شتينا من تجي انا بغيت نخش سميتك جيان سميت جيتي سميت بنتك انا بغيت نخش نبقي زوين شتي جيان سعاد هادو عطيتها تليفونها انا عطاتني خيتي على الحانوت سلمى اولا راه ايه راه باقا كاريه تعرف هاد السيده اللي كاريه الحانوت نهضر هاديك ما كاريهش خاوي بنت كريم خاوي بنت كريم ما تخدميش فيهم بصراحه علاش وانا نقول لكم من هاد البلاصه الموقعات ورا وسط المدينة هاو البنت خدام فيه شي واحد كان غير مبادي لا كان في واحد مصبر ديال عيا خدم فيه ما خدم فيه مصور فيه والو سعيده كانت نقشي اش خدمت نقشي عاد كملنا غير صبيه بس طامي عطيتو لي كنت ما يتعطيتو لي اش خدي خدي كل هذا الشيء خدي راحتك خلي عندي واحد سني لك مال وبنيو مرحبا وين بنات خرجنا المدينة كيف ما كتشوفوا جيان اختي كتنقش والصراحه النقش ديال هاد السيده واعر جبنا المهم انا راه عاد جي عندي للدار ان شاء الله خاصني نحيي الدروينه ديال الرحيل وداك الشيء ونعيط عليها وري وريهم في الكتالوج ديال النقش شوف ها انا غندير هذا شوف حتى هادي واعره جوج صراحه بجوج قولي لمرات تكلابه والبنات عايطه عليك بنات اس صفر سته صفر سته 82 82 70 70 68 68 صفر سته صفر سته هيبه النقاشه هيبه النقاشه المهم اللي بغا شي حاجه راه يعيط لها سميتها هي صافي عندها بزاف البنات شي زوين عندك الرضاعه صافي البنات كيف ما كتشوفوا انا جيت للدار غادي غادي ندير المول الدار ويحيى العشاء المهم انا راه دايره ريجيم ما عرفتش نتعشى
المهم هذا الطلبير والثومه واحد المطيشه وحده حكيتها. اش غادي ندير لهم البنات؟ غادي ندير لهم الحوت. هذا نوع من الحوت، خديت غير النص ديالو، كانت وحده قسمتها، خديت غير النص، كثر من النص، ورجعت واحد الربيع الثلاجه لانه غير هو ويحيى ما غاديش ياكلوا هاد، ما غاديش يكملوها كامل. غادي ندير انا غير بخيزو والزيتون، شويه ديال الزيت كما قلت لكم، راه حكيت واحد جوج راس ديال الثومه وواحد المطيشه وكزبر مايدنوس صافي. وغادي ندير العطريه ديال الحوت. ما عندكمش عطريه تاع الحوت، ديروا الكمون وديروا البزار، كمون وبزار خلطهم بالدي وشويه ديال السكر شويه مليحه. صافي غادي نخلط هاد باقي مع الربيع كان عندي في كونجلي. غادي نديرو هكا دواوة خيزو دابا راه دغيا كيطيب. المهم الشيوة ديال الزربة وصافي، ماشي حتاش أنا دايرة الريجيم مغاديش نديرو بلادي باش يتعشاو. إناس مكيناش، مكيناش كاينة هاد ماما، بيت هاد ماما غير هي اليوم منظر. صافي فاش جيت قلت غادي ندير ليهم بعدا العشا وندوز ان شاء الله باش نوريكم القنادر اللي خيط. صراحه انا كنلبس هكا بيجامات ديال الدار ملي كنكون ما كنصورش، راه كنلبس بيجامات يعني ديال الدار قصارين وداكشي، ولكن هادو فصلتهم على حساب القناه حتى هكا خديت مليح فات وفصلتهم على حساب القناه. صافي غادي ندير الزيتون، شوف البوطة كتعطي الدخان. غادي نحيدها بمرة وغادي ندخل غير الكبديني ديالي، راني مسحتو جميعا كيف ما قلت لكم. رجعت كويزيني هو اللي غنطيب فيه. صافي درت شويه ديال الزيتون وغادي ندير واحد شويه ديال الحامض، طريف ديال الحامض. واخا انايا ما غاديش ناكل الطاجين ولكن غادي ندير لهم الحامض، انا هي اللي كناكل الحامض فيهم. شوف والصراحه هاد الحار اللي خديت عرفتو البنات راه كتشوي حاره بزاف، وخلينا هكا في الطاحي في شي حاره بحال هكا حاره بزاف. صافي والحامض صافي نوض عليه نشعل عليه، ندير شويه ديال الماء هو راه داك المطيشة اللي حكيت غادي تطلق الماء. هانتوما الجمار والثومة مفتحتهمش، صافي غادي نردهم حتى يطيبو ان شاء الله. وين هادشي هما واجد، نمشي ان شاء الله نوريكم القنايضرات عاد فاش نوريكم القنايضرات لي جبت عاد فاش نرجع باش نحيد هاد الغينة اللي درت. صراحة هاد الفرن قسما بالله فيه توار في ساعة طيب، ولكن المشكل اللي فيه انه كيطلق الحمو، والبنات قالوا لي راه سلمى ما جاتش الفرن تم. يلا انا ندي التليفون ونوريكم ان شاء الله القنادر اللي خديت.
لي فصلت عفوا سمحوا لي المهم فصلت المهم هذا كان منحاف منحاف هكا ديال الصحراوه وفصلته بنايضيره ها نتوما درت هكا دونتي تغير دونتي ودرتها خفيفه على حساب القناه كنبغي هكا شي حاجه غريضه نصور بها ما كنبغيش البيجامات حيت انا مع شويه غريضه ولكن راني ضعفت المهم نقصت 5 كيلو اللي نقصت في 10 ايام يعني راه انجاز صح ليا ما سديوش عليا المهم فرحانه لانني انا حسيت براسي خفافيت حسيت براسي انني بديت كنضعف المهم كيف ما شفتوا تتقولوا لي القنايضره كيفاش جاتكم المهم هذا ملحف كيخرج جوج البنات هذا الملحف كيخرج جوج قنايضات بحال هادو خديته ب 100 درهم خديته ب 100 درهم صراحه عجبوني ولا بغيتوا النيميرو ديال السيده اللي خيطات ليا المهم هاد الخياطه البنات هاد الخياطه ب 700 درهم ب 35 درهم ها نتوما خياطه ديت لها غير الثوب بحال ها نتوما قنايضيره فنه طلعت ليا ب 17100 فنه عجباتني حتى اللويان عجبني كنت بغيت نخليه منحف نقصه وطافه ولدي كنت بغيت نخليه منحف ولكن انا ما كنعرفش ملاحف ما كنعرفش ليهم كيطيحوا ليا المهم ما علينا ها نتوما تقولوا لي كيفاش جاتكم انا لبست القنايضره الاخرى ورجع معاكم بالنسبه للقنايضره الثانيه كتجي بحال الخفايطين هانتوما كتجي بحال الخفايطين وزوينه الصراحه عجبتني دارت لي ليها العين عقده هكا نص نقص عفوا ولدي دارت لي نود البيت دارت لي فاتنا معايا دارت لي عين عقده هكا نص هانتوما المهم البنات هاد الخياطه ب 2600 درهم اما الثوب راه منحاف اقسمتو على جوج بحال دابا انا خديت منحاف بحال هاد خديت منحاف ديال هاد اللون وخالتي المهم البنات سمحوا لي كيف ما قلت لكم هاد الخياطه فيها كقفيطي نص بعين عقده هادي ب 2600 درهم والثوب ب 50 درهم بحال طلعت ب لا الخياطه 1600 المهم سمحوا لي الخياطه البنات 1600 والثوب 50 درهم بحال يعني طلعت ب 2600 درهم وكيجي بحال القفيطين هانتوما هادي حتى هي البنات ب 2000 هادي حتى هي ب 1600 والثوب 50 درهم يعني 2600 درهم باش طلعت لي هاد القندوره صراحه زوينه حتى التويل ديالها زوين هانتوما المهم هادي ولي لبست قبيله خيط المهم الاولى خيطه ب 700 الثانيه ب 30 درهم البنات الخياطه 30 درهم هاد الخي لا لا القندوره الاولى خيطها ب 700 والقندونه الثانيه ب 1600 وهادي ب 1600 هانتوما زوينه والثوب 50 درهم انا كناخذ منحاف ب 100 درهم وكنقسمو كنخرجو جوج قنايضيرات انا كندير جلابه وقندوره هانتو ندوزو للقندوره الرابعه المهم شوفوا هادي كيفاش الكول ديالها اراب ليكم هانتوما الكول ديالها وحتى هي المهم نوريكم هادي الفرق اللي بيناتهم ان هادي الكول في ومخدومه بالدونتيل كرون هذه الكول هكا مربع ومخدومه بالدونتيل مخدومه بالدونتيل لي بيج المهم مرة بحال بحال تجي ماما تقيسها الا جات قد هكا شي وحيده تاخذها المهم هذه راه بحال هذه ولكن ها نتوما الفرق فرق لي بيناتهم توب واحد غير في الخدمه بدله هانتوما صراحه زوينه ومريحين يعني في الشقا وفي سميتو في التنين بالنسبه للبنات هاد الخدمه هاد الخدمه البنات 30 درهم 35 درهم هانتوما 35 درهم زوينه انا ندوز القنطره من بعد ارجع لها
شوف البنات هذه هاد الزريرق زوينه خدمه شهوه منها هانتوما هذه البنات الخياطه ب 30 درهم والثوب ب 50 درهم يعني تقامت عليا البيجامه كامله ب 1600 يعني 80 درهم هانتوما فنه وراضين ومريحين نصور بهم وانا مرتاحه بلا ما نتسنى شعر خايبين بلا حتى شي حاجه انا البنات اقسم بالله درتهم على حساب القناه باش نبقى نصور بهم لانهم مستورين واعراض هذه البنات كيف ما قلت لكم خياطه دايره 30 درهم صراحه واحد الخياطه من عامش لكم عليها كتخرج من يدها غير العسل وتبارك الله عليها بالنسبه للبنات اسفي اللي بغاو يخيطوا عندها كتخيط جلاله كتخيط شي حاجه واعره كتخيط غير الرفيق كتخرج من يدها كيف ما قلت لكم على العسل يعني كنتمنى ان الفيديوهات ينالوا الاعجاب ديالكم ويعجبوكم هانتوما زوينه ومريحه انا ندوز الكاندوره اللي من ورايا صافي اخر نظيره هي هذه البنات المهم هذه ما جاتش ما جاوش هكا 8 متر طوال لان الثوب ديال كان عند منحف وخرجت منه جلابه لان الجلابه كتخرج القب كتخرج الكمين سميتو صافي وشات لي هذا الطريف تلاتين ديال النظيره صراحه زوينه حتى هي الخدمه ديالها 30 درهم كنتمنى ان هاد القنايدره تعجبكم المهم ناخذ مليح منحاف يعني ما غاليش 100 درهم خرجوا جوج قنايدرات فنين ولو بغيتوا ديروا غير خياطه خفيفه بحال هكا راه غير 30 درهم يعني منحاف 100 درهم والخياطه ديال جوج قنادر 30 درهم 30 درهم يعني 3200 3200 3000 ريال تخرج لكم جوج قنايدرات فنين وشهوه منهم وكنقول لسهام كنقول لها شكرا 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 لك وشكرا لك بزاف بزاف ربي يخليك وهذا يخطك عليا وكلشي كلشي كلشي حوايجك فني ندوز لواحد الحاجه الاخيره لانني انا ما خديتش لها الثوب ما ناويتش غادي نخدمها ولكن مشيت لقيتها خدامه فيها وكلات الثوب وزار شهوه منه وحتى الخياطه راه حمقاتني خياطه كامله تاع ليل قالت لي شوفي هذه راه خدمه ليا وبالشهوه عجبتك خديها حتى ناخذ الثوب ونعاود نخيط المهم انا غادي نوريها لكم ونقول لكم حتى التعامل هاي البنات الجريبه فيها الطرزات فنين هانتوما هاد الطرزه فنه وزعما ما نعاودش لكم على الطرزه كيفاش دايره غزاله 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 بزاف توب تا هو زوين حرير يعني الكراب زوين والخدمه كامله ديال اليد خدمه كامله ديال اليد يعني كلشي كامله مخدومه باليد مخدومه باش كاع بالماكينه تقول لي واش جات زوينه فاش بغيت نقصها وقلت حتى ناخذ الاذن ديالكم وتقولوا لي الراي ديالكم واش نقصها ولا نخليها غير بحال هكايا صافي جات حركه حلقة تاني زوينة البنات هاد التوب الكريب دير 4400 قالت لي عطاني فيه غير 4000 والخياطة البنات ب 9000 ريال بحال جلابة يعني ب 13000 وزوينة المهم انا باقا ما لبستهاش تعطوني الرأي ديالكم واش جاتني زوينة وصراحة جات خدمتها فنة فنة وخدمة بالشهوة يعني خدمة عليها وقالت لي سلمى من عجباتك خديها ما نعزاش فيك حتى نعاود ناخذ واحده اخرى البنات كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم نوريكم الطواجن كيفاش جا ونختم معكم لا فيديو صافي البنات كيف ما كتشوفوا ها هو الطواجن ديالي يعني غير بخيزو وزيتون والحوت صراحه جا لذيد وجا زوين هانتوما واخا دايره الريجيم درت لوليداتي شاهم ومهم بقى روينه خفيفه فوق البوطاجي غادي نجمع دابا البنات هنا غادي سالي الفيديو كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم كنتمنى ان القنادرات يعجبوكم وهاد الخريجه خفيفه تعجبكم ويعجبكم الفيديو ما تنسونيش ملي لايك وبارطاج القناه وشكرا شكرا شكرا شكرا, شكرا.
شكرا ليكم بزاف بزاف ولله خدكم عليا. شكرا على التعليق الزوينه ديالكم وشكرا شكرا بزاف البنات اللي قالوا لي حيدي البوطه من هنا. انا غادي نحيدها البنات المهم غدا في الصباح ان شاء الله نحيدها ونرجع غير الكوزينيه ديالي. يلا بسلام عليكم، خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد. بسلام عليكم.